الأخوة في الله. أخوك يقويك، أخوك يثبتك. هذا كلام مهم جدا في هذا الزمان الآن. أنت وأخوك بينكما مواعظ إيمانية، لو آنست وحشة في نفسك أو قسوة من قلبك أخوك يرقق قلبك ويلين نفسك بموعظته لك، وأنت تقبل من ما لا تقبل من غيره، لأنه أخوك في الله، صاحبك، تعرفه ويعرفك، تأتمنه على سرك ويأتمنك على سره. ولذلك نحن اليوم بحاجة إلى الأخوة في الله، حتى يأتي من يعظنا إذا نسينا يذكرنا، وإذا ذكرنا أعاننا، وإذا قصرنا وفرطنا وأخطأنا وانحرفنا سددنا. يا إخواني، اليوم الانحرافات متعددة، انحرافات في الفكر، طبعا في العقيدة، في الفكر، في السلوك. من الذي يقومه؟ أصلا الأخ في الله يشعر ببداية التغير عند أخيه. لو واحد يريد أو يوشك أن ينتكس، من أول واحد يحس فيه؟ البوادر، يعني بوادر الضعف، من اللي يحس فيها؟ أخوه، أخوه في الله يحس أنه بدأ في تنازل. يعني مثلا في تغيب، ها صلاة الفجر ما هي مثل الأول، كان يجلس بعد الصلاة الآن ما فيه، أو يغيب عن مجالس الذكر والعلم. ما كلامه من أول كان فيه فوائد علمية، كان فيه أمور إيمانية، كان فيه وصايا قرآنية نبوية، الآن كلامه اختلف، صار كله دنيا في دنيا، ما كلامه أموال. وبعدين صار يتكلم في أمور النساء كذا بطريقة غريبة، يعني أمور النساء، يجيب سير علاقات، بدأ يتكلم في أمور كذا من الشهوات، بدأ يطلع لنا بأفكار كذا، يبغى يسافر إلى بلاد، ما يعني ما هي بلاد، لا بلاد طلب علم ولا بلاد تجارة ولا بلاد يعني صلة رحم، لا